يا مساء الورد والفل والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. طول الوقت احنا بنتابع الأكلات الجديدة وبنشوف بره كمان في دول الشام بالتحديد زي فلسطين مثلا ايه الأكلات اللي طول الوقت مسلطناهم على السفرة كده. هنروح النهاردة فلسطين وهناكل كفتة ملفوف بالبتنجان ومعاها سلطة جرجير بالرمان. رحبوا معايا بالشيف القمر اللي مشرفاني ومنوراني النهاردة بسنت ممدوح. ازيك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. اوكي. هتاكلينا كفته بتنجان ملفوف؟ ملفوف بالظبط. صح كده؟ اوكي. وسلطه جرجير بالرمان. خلينا كده الاول نبدا بمكونات الكفته اللي بالبتنجان دي. اوكي. هنجيب عندنا بوده. اوكي. هنجيب عندنا اللحمه ثانيه جبت معلقه. هنحتاج عندنا لحمة مفرومة. قد ايه لحمة مفرومة بالظبط؟ يعني هي المفروض نص كيلو. نص كيلو لحمة مفروم بالظبط. انا شايفة اللحمة دي لونها فاتح، انت مزودة فيها الدهن شوية؟ دي الدهن عشان الكفتة بتحب الدهن كتير. اوكي. يبقى نص كيلو من اللحم المفروم. احنا هنا ممكن نعمل كمية 1000، احنا هنعمل ربع دلوقتي. حلو قوي. اوكي ماشي. هنحتاج عليها كزبرة خضراء. اوكي. كزبره خضراء يبقى نص كيلو لحمه مفرومه وكزبره خضراء، ايه باقي المقادير؟ محتاجين نتبل بملح وفلفل. ملح وفلفل، ايه تاني؟ بس كده. بس كده، حلو قوي. هي كفته عاديه جدا بس احنا بنلفها بالبتنجان فبتاخد كده فليفر حلو. حلو قوي. وعندنا برضو بيكنج باودر. يلا، ليه بقى بيكنج باودر؟ بيخلي الكفته تستوي اسرع وبتبقى محافظه كده على شكلها فبتبقى شكلها احلى. اوكي. بنحط ربع معلقه، مش حاجه كتير خالص. زي الفل. وعندنا هنا بقسماط ناعم. بقسماط ناعم عشان تمسك نفسها. عشان تمسك نفسها. أيوة. بالظبط. والله يا جماعه الاكل الشامي ده ما يتشبع منه، ما يتشبعش منه. احنا عندنا هنا بصلايه المفروض بهيت مفرومه ناعم. بصلايه مفرومه فرم ناعم. بالظبط. ماشي. هنحط شويه. هي اوكي. ممكن تتعمل في كبه عادي صح؟ ده يبقى احسن كتير. اوكي. هو لو في جوز تبقى احسن. ثانية. الاكلة دي مامي هي اللي معلمها لي على فكرة. انت عملتيها كم مرة قبل كده؟ لا كتير بجد. متدربة صح يعني؟ بس مامي بتعملها احلى اكيد طبعا. بصي محدش فينا يعرف ينافس والدته في الاكل، حتى اشهر الشيفات في العالم. دي حقيقه. الام دايما كده ليها سبحان الله في معرفش هو الموضوع ليه علاقه بالرضا، يعني هي راضيه قوي فالاكل بيطلع مذكر من ايديهم ولا ايه؟ مهما درسنا ومهما عملنا حاجات وخدنا بالنا من الريسبس جدا والانجريدينتس قوي قد ايه فريش والبهارات الام سبحان الله ايديها فيها سحر في المطبخ. نفسهم بيبقى حلو. ده حقيقي. أنا مامي أي حاجة بتعملها بجد بتبقى خطيرة. ربنا يا رب يحفظها ويخليها، كمان نسلم عليها كمان من هنا. يا رب. أوكي، إحنا كده عندنا الكفتة كايند أوف جاهزة. أوكي. بس هي زي ما قلت لو هي في الكبة بتبقى كمان شكلها أحلى. أوكي. عشان هي لازم تبقى مفرومة. عشان البصل يعني ينزل ميته. بالظبط. أوكي. فعشان تبقى ماسكة نفسها. تمام. بس إحنا عندنا هنا ده سخن صح؟ زيت. بالظبط، هو النار مفتوحة عليه. أوكي. احنا عندنا هنا محتاجين اوكي هتتعمل ايه، صوابع كده تخينه ولا كور؟ لا صوابع. اوكي. ونلف عليها البتنجان بعد كده. اوكي. ممكن نخليها اصغر عشان البتنجان كمان صغير تطلع احلى. لو البتنجان كبير بنعمل كفته طويله فبيبقى شكلها حلو، لكن هي لو صغيره بنبقى محتاجينها كده. اوكي. فده السايز الحلو. يلا بينا. الكفته لو احنا عايزينها برضو هيلثي ممكن ندخلها الفرن في صينيه وندخلها الفرن شويه بتطلع مستويه حلو. اعتقد يعني انا بالنسبه لي هتناسبني اكتر. بس برضو الطريقه دي تناسب ناس كتير. ليه؟ علشان الوقت على الهواء عشان ما نستناش الفرن لغايه لما الحاجه تطلع. اوكي. لكن هي الصح ان هي بتخش الفرن. ايفن البتنجان لو انا مش عايزه ان انا اقليه بدخله الفرن عليه شويه زيت بالسبراي كده بترش. برضو بيبقى حلو قوي. انا مبسوطه قوي بموضوع الزيت اللي بترش بالسبراي ده، لان انت اولا ما بتستهلكيش كميات كتير. يعني انا صعقت مثلا يا جماعه اصلا ازازه الزيت اللي بتتباع بسبراي دي ازازه حجمها مش كبير.
بس خالص. بتعمل حاجات كتير قوي بس بتقعد فتره طويله. احنا او انا مثلا والدتي من كتر ما اتعودت انه الزيت بيتحط في الطاسه كده بالبركه بنستهلك كم زيت غير طبيعي. الازازه الخمسة لتر دي بتخلص على طول. لكن انا لما بجيب الزيت اللي هو سبراي ده مش عارفه الناس هتقول عليا ان انا بافور، بس انا شخصيا استخدامي للزيت ده الازازه دي ممكن تقعد معايا اكتر من شهر، وهي ازازه حجمها يعني حاجه بالظبط طولها قد كده. فاحنا ما اعرفش احنا بنبالغ قوي في استخدام الزيت ليه، بعضنا يعني مش كل الناس. دي حقيقه. طيب تعالي ناخد المداخله دي. مين معانا؟ الو. ايوه ازيك يا عامله ايه؟ ازيك انت اخبارك ايه؟ عرفيني. الحمد لله انا نور. ازيك يا نور ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا لسه بتعلم اكل في المطبخ يعني، فعاوزه اعرف بقى شويه تريكات من الاكله دي. دي تنفع تتعمل في الفرن ولا لا؟ والباذنجان ينفع لو اعمله مشوي ولا برضه ما ينفعش؟ اوكي. هي لسه دلوقتي قايله بسنت ان هي ممكن بدل خطوه انك تقليها في الطاسه ممكن يترش عليها شويه زيت بالسبراي وتتحط في الفرن. هتاخد تقريبا قد ايه؟ لا يعني لغايه ما تستوي ربع ساعه ماكسيمم يعني. ربع ساعه في الفرن. بس اعتقد ان دي خطوه يعني صحيه اكتر. قولي لي عايزه ايه تاني في عن الباذنجان؟ لا هو كان ده سؤالي، انا لسه بتعلم بقى جديده. قولي لي عايزه ايه طيب؟ قولي لي. كنت عايزه اعرف مثلا اعمل ازاي البشاميل بتاع مكرونه ما بيظبطش معايا. اوكي بشاميل المكرونه حاضر. بس كده. ماشي شرفتينا ونورتينا نور. بشاميل المكرونه عشان انا برضو واحده من الناس اللي تعرفي ان انا عمري في حياتي ما جربت اعمله خوفا من فكره الكلكعه. ليه بس الموضوع سهل جدا والله العظيم. من فكره انه ايه ده، طب ده بيكلكع من يعني ابطال في المطبخ، مش هيكلكع مننا انا، هيفك مننا. بصي عامة هو الموضوع سهل قوي. هو البشاميل على فكرة ممكن يتعمل دايت وممكن يتعمل كمان عادي. يعني مش دايت. يتعمل دايت؟ يعني مش لازم السمنة كتير والزيت على النار لغاية لما يستوي. بنحط كله في الخلاط أو في المكسر وبنضربه مع بعض، يعني أنا أمي بتعمله كده. بصي هو خلينا متفقين على شيء، الأكل الدسم زي البشاميل زي المحشي زي المسبكات مفيش حاجة اسمها تتحول لدايت، بس في حاجة اسمها نقلل أخطارها. سعرات حراريه اقل. يعني بزا. نقلل عدد الكالوريز اللي فيها، لكن هو ما فيش حاجه بدليل ان الحاجات دي حتى لو اتعملت بطريقه صحيه جدا لو كلنا منها بكميات كبيره قوي هنتخن برضه. دي حقيقه. فاهماني؟ ففي اكل كده عندنا في مطبخنا مش هنضحك على نفسنا ونقول اصل احنا عاملينه دايت، لا بس احنا بنقلل من خطورته. زي مثلا فكره تسبيكه المحشي، يقول لك هنعملوها ني في ني، مش هنسبك الخضار مع الرز مع المش عارف مع الصلصه مع، هنستبدل مثلا الطماطم المعصوره بمعجون الطماطم. يعني فاهمين احنا بنقلل من الضرر مش بنعملها دايت. صح ولا انا غلط؟ بالظبط. اوكي. وعامه اي اكل في الدنيا لو اكلت منه كتير هتخن، لو اكلت منه حبه صغيرين هفضل زي ما انا 100%. لكن هي ما فيش دايت. وطريقتنا لاستخدام الحاجه يعني مثلا الزيت والزبده والحاجات دي كلها احنا ممكن نستخدمها وتبقى هيلثي. صح. بس اسخن الطاسه كويس قوي بعد كده احط الزيت والاكل، مش افضل مخليه زيت لغايه ما يتحرق برضه، او السمنه او الزبده او whatever. برضه فكره يعني المنتجات اللي بتتباع في السوبر ماركت دايت زي المربى المايونيز الحاجات دي بتتباع على انها دايت، وهي فعلا هي مش دايت، هي سعراتها اقل من السعرات بتاعه المنتجات اللي مش معموله باقل اخطار. بالمناسبه برضه لو كلنا منها كتير برضه هنتخن. اي حاجه ناكل منها كتير هنتخن، اي حاجه ناكل فيها من معقول هيفضل جسمنا كويس. صح. هو ده اللون اللي بيبقى حلو في الكفته سواء دخلت الفرن او على النار الاثنين. اوكي. اوكي. بس حلو احنا كده عندنا ريدي. انا مش هعمل كل الكميه، انا بس هعمل حبه صغيرين. اوكي. بس الناس اخر واحده بس تطلع. انا ببسط قوي لما بيجي لي شيف ويقول لي بصي ممكن ما نقليش، ممكن نحطها في الفرن بشويه زيت قليلين، عشان هو بيبقى حماني جدا من فكره الحماوه بتاع الزيت. اوكي. وانا محتاجه حاجه ادخلها الفرن. طاجن اهو، عشان برضو الحاجات المقليه دي بالذات في اللحوم معرفش بتعمل لي حماوه غير طبيعي، بفضل اخد حاجات بقى عشان الهضم وبتاع. ده لازم. حلوه قوي. اوكي كده احنا عندنا الكفته هنا جاهزه. اوكي. نبدا نجيب الباذنجان بتاعنا. هو باذنجان عادي انا مقطعاه طويل، نحط عليه كفته وهنبدا ان احنا نلف. انت محتاجه الصينيه دي انهي واحده؟ عشان تخش الفرن.
ممكن اللي انتوا عايزينه ممكن اعملها في طاجن وممكن اعملها ممكن هنا. نخليها هنا عشان تبقى برضو متشافه اكتر. اوكي يلا. طيب قولي لي كده وانتي شغاله في الكفته، قولي لي ايه مكونات سلطه الجرجير بالرمان؟ الجرجير سهل قوي، هو كمان الناس اللي ما بتحبش تاكل جرجير فالطريقه دي هتعجبها جدا. يعني انا مثلا واحده من الناس، انا نوي ان انا اكل جرجير، وماما بقى كانت تقعد تجري ورايا ولازم الجرجير عشان شعرنا. انا عايز اضحكك بقى، ماما عشان تحببني في الجرجير ده تقعد تقول لي كلي جرجير هيخلي دمك كتير، كلي جرجير عشان شعرك يبقى طويل. ايوه كلهم بيضحكوا علينا، كلهم بيضحكوا علينا بجد. فالطريقه دي عشان هي فيها سويت شويه، فيها مسكره شويه، فبيبقى طعمها كمان احلى. اوكي. هي عباره عن جرجير ورمان ودبس رمان وصويا صوص وعسل، نخلطهم بقى كلهم مع بعض ونحط على الوش اللي احنا عايزينه. أوكي. كمكسرات او اي حاجه من كده. هي المفروض ان هي تبقى على شكل دوريه، يعني اوكي. ما انا سالتك في الاول دوريه ولا صواني. انت عايز صينيه فمش طيب مشكله. انا معايا 4 دقايق وده خبر غير جيد. اوكي اوكي. طيب احنا كده خلاص خلصناها، مش لازم اعملها كلها. أوكي. هي كده اهوت، احنا راضيين والله. اوكي نجيب بس راضيين. عندنا الصينيه اهي. انا عندي هنا هعمل الصوص اللي انا هحطه على الوش. اوكي محتاجه. طب ندخل دي الفرن؟ اوكي لسه لسه. هتحطي حاجه تاني؟ مش هندخلها الفرن خلاص، احنا هنحط عليها الصوص. يلا بينا. اوكي محتاجين عندنا هنا فين الزيت. اوكي طيب هنحط طماطم والصلصه بتاعتنا. تمام. زيت التسبيكه اللي هي تتحط على الوش وشويه ميه. حلو. هنسيبها بس على النار شويه لغايه لما تبدا ان هي الصوص يتقل شويه. طيب خلينا على ما تتسبك على مهلها كده نبدا السلطة. نعمل السلطه بالظبط كده. يلا بينا. اوكي احنا كل اللي احنا هنبقى محتاجينه في طبقه. احنا عندنا هنا جرجير، انا مقطعه مقطعه ورق الجرجير. ورق الجرجير بس. يلا بينا. بالظبط كده. يلا أوكي. بينا. وعندي هنا جار اللي هو اي برطمان عندنا عشان نقلب فيها الصوص. تمام. اوكي انا عندي هنا 3 معالق كبار من العسل. حلو. تمام. هحط عليهم معلقه صغيره خالص من دبس من الصويا صوص. يلا. وهحط معلقه كبيره من دبس الرمان. اوكي ده الدريسنج بتاع السلطه. ده الدريسنج بتاع السلطه بالظبط كده. اوكي بس احنا محتاجين دول. المفروض لو عايزين نحط شويه زيت ممكن نحط زيت، بس هو يعني ايه فكره ان احنا نحطه في برطمان صغير طب ما احنا ممكن في طبق صغير ويتقلب تقليبه بنت حلال. الصح للسلطه ان لما تيجي تاكليها تبقى فريش، ما تبقاش دبلانه. فانت عشان العزايم او كده هو بيبقى الجار جنب السلطه، وانس اي حد هياكل بيقوم حاطه على الشلطه. اوكي بس هو دوت. لو عايزين نزود زيت زيتون ممكن نزود زيت زيتون. يلا بينا يا عزيزتي نزود زيت زيتون. بس كده قلبه بقى كويس. يلا. هي سلطه سهله قوي بس بجد طعمها خطير. اوكي بس هنا بقى عندي حط الرمان على الوش. حط الرمان. يلا بينا كده. اوكي نغرقها بالرمان. يلا بينا. واي مكسرات عندنا، يعني انا عندي هنا عين جمل وعندي زبيب، نبدا نحطه على الوش. يلا بينا. يبقى ورق الجرجير، رمانه مفرطه، وشويه على الوش كده شويه زبيب ومعاهم عين جمل. خلاص. وبيتحط عليها الدريسنج قبل الاكل مباشره عشان بزرق. المكونات ما تتبلش، تفضل فريش وشكلها حلو وانت بتاكليها كمان. اوكي بس كده الصوص عندنا بقى خلصان. نبدا ان احنا ممكن نحطها كمان هنا عشان تبقى ريدي. هي معاها الصوص لو انا عايزه احط شويه وشويه تانيين لما اجي اكل ساعه الاكل. سلطه سهله بس بجد طعمها حلو جدا. تسلم ايديكي. بس احنا محتاجين هنا نجيب طبق ثانيه. احنا عشان مفيش وقت ان احنا ندخل البتنجان الفرن فانا هوريكم شكله، بس هو لازم يخش الفرن. ويعني انا معايا 20 ثانية. اوكي يلا بينا. يلا يا عزيزتي. الله 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 الله.
هو الصوص عندنا هنا يعني لسه ما تقلش قوي، بس هو لو تقل اكتر هيبقى احلى. يلا نحط الصوص سريع. اول لما يتقل بحط عليه معلقه من الخل. اوكي. اوكي. بس نبدا نحطه على الوش، ولو دخل الفرن بقى وعليه مثلا جبنه او حاجه بيبقى طعمه خطير جدا. هيسيح كده وهيبقى بالزبط. الشكل الشيك قوي، الشكل والطعم الحقيقه. ولو دخل كده هي المكونات كلها مستويه فاحنا ممكن ناكله كده. اوكي. يعني هي مفيش فيها مشكله. بس هو لو دخل يعني هو بيخش فرن عشان الفينش، علشان بالظبط التاتش الاخير شكله. أوكي. بس يبقى حلو. اوكي. وريني كده. اوكي. ثانية احط بس واحدة هنا. عسل بس عسل كده. عسل. ده العسل. بصي بقى اللمسة السحرية اللي هعملها دي. كزبرة بالظبط كده. حسيتي بحاجة؟ ميمي. ما حسيتيش بحاجة؟ للأسف مضطرة أختم. نورتيني وشرفتيني يا عزيزتي. لحد هنا للأسف فقرتنا بتخلص، هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا.